السلام عليكم، تحية لمتابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. نستعرض لكم الحالة الجوية القوية التي تؤثر على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي نهار يوم الأحد، والتي تمثلت بموجات غبارية قوية وكثيفة ارتقت إلى مسمى عاصفة ترابية، وكما التي حدثت في مدينة جدة ومكة المكرمة، والغيوم الرعدية المعطرة بغزارة في شمال المملكة العربية السعودية ومنطقة الجوف وتبوك. كما نلاحظ من صور الأقمار الاصطناعية في الغيوم الرعدية المعطرة التي أثرت صباح هذا اليوم الأحد على منطقة تبوك والجوف، بدأت تنحسر إلى المناطق الجنوبية إلى جنوبا شرقا نحو حفر الباطن ودولة الكويت كذلك حائل، مصحوبة بزخات أمطار متوسطة الشدة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار. بينما ما زالت العاصفة الترابية القوية تؤثر على مدينة جدة ومكة المكرمة حتى ساعات ظهر يوم الأحد، تعمل على انعدام تام في مدارها الأفقية، ومصحوبة برياح قوية تجاوزت سرعتها أكثر من 80 كيلومتر بالساعة. أيضا ما هناك موجات غبارية كثيفة في أجزاء من شمال منطقة الرياض وأجزاء أيضا من شرق المملكة العربية السعودية. وبالنظر إلى تفاصيل الحالة الجوية التي تحدث اليوم، فهناك جبهة هوائية باردة متواجدة شمال وسط المملكة العربية السعودية مسؤولة عن هذه الإضطرابات الجوية القوية وموجات الغبار الكثيفة كذلك نشاط الرياح. فهناك انعدام تام في مدى الرؤية الأفقية في شمال الرياض كذلك في بعض المناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية. أيضا هناك عاصفة ترابية قوية تؤثر على مدينة جدة ومكة المكرمة، يتوقع أن تنحسر إن شاء الله هذه الليلة، ويستقر الطقس غدا يوم الاثنين وتتحول الرياح إلى الشمالية الغربية مع انحسار تام لهذه العاصفة إن شاء الله. وبالنظر إلى التوقعات الجوية غدا يوم الاثنين، فما زالت الموجات الغبارية الكثيفة المتوقعة في وسط المملكة العربية السعودية وشرقها، والمسؤول عنها جبهات هوائية باردة ما زالت تندفع من شمال المملكة العربية السعودية. فالكتل الهوائية الباردة المتواجدة شمالا غربا تسبب اضطرابات جوية قوية في المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية، وتتمثل بموجات الغبارية الكثيفة كذلك تواجد كميات من الغيوم المتوسطة والعالية. ربما تتواجد غدا إن شاء الله بعض الغيوم الرعدية الماطرة حول هذه الجبهة الهوائية الباردة تؤثر على العاصمة الرياض كذلك أجزاء من شرق المملكة العربية السعودية، مصحوبة بزخات خفيفة إلى متوسطة الشدة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بينما تنحسر العاصفة الترابية تماما عن وسط القطاع الغربي ومدينة جدة إن شاء الله. لكن الأجواء سوف تتغير تماما اعتبارا من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة. هناك حالة جوية ماطرة متوقعة إن شاء الله تبدأ ساعات مساء يوم الأربعاء وتشتد بشكل كبير يومي الخميس والجمعة، تؤثر على مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية من ضمنها العاصمة الرياض والشرقية كذلك بشكل قوي المناطق الجنوبية الغربية من البلاد. هذه الحالة الجوية القوية المتوقعة تسببها جبهة هوائية باردة أخرى جديدة يتوقع أن تندفع من الشمال، لكن هذه المرة سوف تتقابل مع كتلة هوائية قادمة من بحر العرب تعمل على تشكل الغيوم الرعدية الكثيفة، وهي ليست متشابهة مع هذه الحالة الجوية، حيث أن الكتلة الهوائية الدافئة قادمة من صحاري الربع الخالي والتي تسبب موجات الغبارية الكثيفة والعواصف الترابية. هذه الحالة الجوية هي ما زالت تحت المراقبة، ونحن سنصدر إن شاء الله المزيد من التحديثات حولها خلال اليومين القادمين. وما زال مستوى التحذير العالي على السعودية ودول الخليج مستمر حتى يوم الاثنين من العواصف الترابية والموجات الغبارية الكثيفة، لكن في المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية وبالأخص الرياض والمنطقة الشرقية منها، كذلك اضطراب أمواج البحر إلى أكثر من 3 أمتار وربما أكثر من ذلك أيضا. هذه الموجات الغبارية الكثيفة تسببها كتلة هوائية باردة واقعة على شمال غرب البلاد كما ذكرنا سابقا، لكن العاصفة الترابية على وسط القطاع الغربي سوف تنحسر تماما إن شاء الله. وبالنهاية لا تنسوا متابعة موقع طقس العرب للمزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية، كذلك لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب أرابيا وذر. نترككم مع مشاهد مختلفة من العواصف الترابية التي تؤثر على المملكة العربية السعودية نهار هذا اليوم، كذلك مع درجات الحرارة في مختلف المدن. في أمان الله. لا إله إلا الله، الغبار غبار، لا إله إلا الله.